محمد خالد صالح. انا عايز اسالك على دورك في نسر الصعيد، لانه انا عارفه ان انت مثلت حاجه قبل كده، بس بالتاكيد المسلسل ده لانه عمل نجاح، لانه انتاج متميز جمال العدل، لانه دورك فيه كمان كان قريب من القلب، الضابط الشهيد، معرفش كل حاجه في التجربه دي تخليها تبان وكانها الدفعه الاولى. استشاره يعني استشرتها طبعا طبعا. طبعا ايه كلمه طبعا دي؟ لا ده ست الكل دي لا. ما فيش حاجه تتعمل من غير ما ارجع لها طبعا، يعني مستحيل اروح امضي على حاجه. دكتوره هلا بيقول كلام مظبوط ولا يعني بيقول كلام اي التلفزيون؟ لا يعني لا بس فعلا لا صحيح، لا بجد، ما بالذات الحاجات اللي بتبقى قلقان انا او موتراني طبعا لازم اروح اخد رايها فيها، عشان هي الاطمئنان في الاخر يعني. فلما روحنا قعدت اتكلمت معاه في منصور، هو في يعني قصة بتاعت الدور جه ازاي دي اساسا غريبة جدا. انا رايح اعمل اوديشن لمسلسل تاني خالص، سمعت ان في كاستنج وفي اوديشن في شركة العدل الانتاج، فروحت عملت اوديشن لمسلسل تاني وخارج تمام يعني، خلاص عملت اللي عليا وان شاء الله خير، لو فيها خير هتحصل. ونازل خارج من عندهم، فاتقابلت قابلت المنتج الفني للمسلسل نسر الصعيد صبري السماك، استاذ صبري السماك. فصبري السماك صديق قديم جدا للعيله يعني، فانت بتعمل ايه هنا وكل الحاجات اللطيفه ديت وحبيبي ومنور الدنيا وانت بتعمل ايه؟ فقلت له بعمل اوديشن لكذا كذا. قال لي طب تعالى استنى بقى اشرب معايا قهوه لحد ما استاذ ياسر سامي يجي عشان عاوزك تعمل اوديشن لنسر الصعيد. فدخلت قابلته، ما قلت انا عمري ما بحبش، وهو اللي معلمني كده، ما اقولش انا احمد خالد صالح يعني لحد ما توصل. يعني بالنسبه لنا انت طول الوقت اللي فات كنت تقول انا احمد خالد مثلا ولا احمد صالح؟ احمد صالح ده اسم الفني، النيك نيم. ومعكم احمد صالح بالظبط. فدخلت قابلت استاذ ياسر واحمد صالح، تمام اقعد يا احمد، عملت ايه قبل كده؟ قلت له درست كذا كذا وخدت ورش كذا وعملت السنه اللي فاتت مسلسل كذا، طب معاك حاجه توريهاني؟ فقلت له يعني هفتح اليوتيوب. رحت فاتح على اليوتيوب، رحت مطلع له جزء من حلقه من 30 يوم، فشافه تمام هنبقى نكلمك. اوكي تمام حلو، السلام عليكم. فدخل بعضي وماشي. نفس اليوم بالليل لقيت استاذ صبري السماك بيكلمني بيقول لي مبروك يا ولد وافرح وبسط ودور حلو قوي فبعد كده لقيته بيقول لي دور اسمه منصور كذا كذا. اول ما قريت كان منصور ده هامشي تماما، ما كانش خالص بالمساحه دي خالص. فابتديت برضو بحضر لمنصور وتمام تمام تمام تمام، لقيته بيكلمني. فروحت بقى عشان امضي، فتقال لي فبقول لهم يا جماعه طب بقيه الحلقات عشان اعرف بس الدنيا عامله ازاي واقعد اذاكر واحضر وكده. فقالوا لي لا ده لسه بتتكتب. فانا ما بقتش فاهم منصور دوت حجمه عامل ازاي، ولما ابتدي احضر له احضر له ازاي واذاكر له ايه بس عندي معلومات عامه. ان منصور صعيدي، ابن عم زين، طيب قوي يعني اللي هو البيزكس بتاعته، وفي الجيش. فبقى عندي حاجتين اساسيتين اشتغل عليهم، ان هو صعيدي فاللهجه الصعيديه لازم تبقى مظبوطه قوي، وان هو عسكري يعني في الجيش حياته عسكريه، وانا ولا عندي خلفيه هنا لاني ماليش اي اصول صعيديه، ولا عندي خلفيه هنا لاني ما دخلتش جيش وماليش جيش. فحاجتين هما الاساسيتين في الشخصيه، ما عدوش عليك في خبراتك في الدنيا خالص. فيلا بقى نقعد بقى مع كل الصعايده اللي نعرفهم في حياتنا، يلا نسمع مواويل صعيدي، يلا يعني اللي هو ايه نحاول ان احنا نقرب منهم على قد ما نقدر. طيب استاذنك احمد، المشهد اللي كنتوا فيه بتتجهزوا لطلعه وكنتوا بتقولوا فيه نوع من القسم والتلقين، بتقولوا فيه التلقين والشهاده في اخره، صحيح تمثيل بس اللي بيتقال الواحد بيعمل له اسقاط على الحقيقه، فبيبقى شعور عظيم جدا جواه. انت قلت انت مالكش جيش اصلا في الحياه، فما شفتش تجنيد، ما روحتش فرقه، اتدربت ازاي على الاداء للمشاهد دي؟ كل اللي عملته في كوم
واليوم دوت لما دخلت ولقيت اتفاجئت بالهليكوبتر واقفه في النص ورتب كتيره قوي واقفه وكلهم جايين بقى يتفرجوا. انتوا رتب حقيقيه بجد مش ممثلين؟ يعني كان عندكم مساعدات لوجستيه من القوات المسلحه في تنفيذ المشاهد دي؟ طبعا. يعني كنت داخل مرعوب اليوم دوت لان انا شايف رتب بجد وظباط بجد وعساكر بجد وانا ما عنديش اي خلفيه عن لا. وتخيل لو ادائك يعني ايه خاسس اداء كده مش ما فيهوش عنفوان ده يعني الفكره في ان هو كل حاجه انا بقولها بيرددوها ورايا فانا لو قلتها كده هتتقال كده لو نسيت حاجه كمان باظت. فكان مسؤوليه وضغط مش طبيعي خالص. فعلى ما اعتقد ان هو بسبب الضغط دوت واحساسي بان الناس دي ما ينفعش ان هو يتعملوا كده وخلاص او يتم تمثيلهم بشكل مش واقعي على قد ما اقدر ما كانش هيبقى صح. فاول ما يعني احنا المشهد دوت عمل اتاخد منه 3 تيكس مثلا ثلاث مرات. فثالث مره اللي هي اخر مره اللي اتاخد منها اللي اتعرض انا بصيت في عيون الناس اللي واقفه قدامي الظباط والعساكر دول هما ما بيمثلوش هما طاقتهم بجد وواقفين مستعدين بجد. فالطاقة اللي في عيونهم حسيتني ايه ده؟ لا ده انت لازم تجيب اخرك اتحاول تجيب اخرك. موضوع اكبر من التمثيل يعني بكثير. باور. فالحمد لله يعني على ما اعتقد ان سبب طلوع المشهد بالجودة اللي طلع بيها ترجع لهم هما ما ترجعليش انا. طيب معرفش تخيل لو كان خالد صالح اتفرج على دور منصور قناوي ايه ده السؤال ده ايه ده وجعك كده؟ اصل انا بتخيل منصور ما كانش هيبقى كده يعني لو خالد صالح موجود رحمه الله عليه منصور ما كانش هيبقى كده كان هيبقى احلى من كده بكتير. لا انا سأل انا سؤالي حاجه ثانيه. انت تخيل كده خالد صالح بيتفرج على منصور القناوي كان هيبقى مبسوط ولا لا؟ على ما اعتقد ان هو كان هيبقى مبسوط بالمجهود. انا متاكده ان هو كان هيبقى مبسوط. هو توفى وانت كنت دخلت الجامعه كنت في سنه اولى جامعه؟ كنت في تانية جامعه بدايه سنه تانية. الموضوع ما كانش بخته يعني التعب كان موجود ورحنا اسوان اكتر من مره واخر مره كنا رايحين اسوان ديت كان معروف ان العمليه ديت خطره جدا وان احتمال كبير ان هي يبقى فيها تعقيدات غير متوقعه. هو دوت فعلا اللي حصل وساعتها كان طول الوقت بنقول له طب ما بلاش وفي حالات تانية طب تعالى نسافر بره وفي حلول اخرى. هو كان بيعمل جزيرة 2 قبلها. كان خلص الجزيرة 2 وخلص مسلسل حلاوة روح. اخر عمل درامي عمله. استعدت اتزانك ازاي يا احمد؟ ما استعدتوش. لا والله يعني فعلا مش عارف مش مصدق يعني لحد دلوقتي في حتة جوه بت 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 بترفض هذا الواقع استغفر الله العظيم يعني مش رفضا بس اللي هو مش مصدق بيسموه دينايل يعني انكار بالظبط مش مصدق اللي هو لا ده مش ده بجد مش عارف يعني فعلا مش عارف. بس هو الموقف كان لازم ان الواحد يبقى قده يعني طول الوقت كنت بفكر في هو كان هيبقى حابب ان انا ابقى عامل ازاي. هو دلوقتي لو واقف هيبص لي وهيبقى ايه رياكشن اللي على وشه؟ هيبقى فخور قوي بيك يعني. الحمد لله. مش بس عشان التمثيل لا يعني لا ما يعني مش بتكلم عشان دور متميز عمله انما لا عشان اعتقد انه نتاج تربيته هو ووالدتك يعني بتكون انسان محترم انسان مليان من جوه. انا متاكده من ده. طيب قول لي انت بيقول لك ان انت شكله او جدا. هو صغير كان شكلك؟ قوي. والله يعني انا شبه له قوي هو في سني. لا عندك صوره له وهو صغير؟ لا انا عايزه الصوره دي او اتليست صوره ليك انت وهو مع بعض. انتوا طبعا يعني خالد صالح ما تبقى يعني ملوش صور ابدا عامه قليله قوي صوره مع مش هتصدقي الموضوع دوت وانا لحد دلوقتي مش مصدقه ان انا ليا
10 صور مع بابا بس على مر حياتنا، لان انا ما كنتش بحب ان انا اتقل عليه في ان يا بابا تعالى انا وبعدين بابا يعني في البيت يعني هتصور معاه حبيبي موجود طول الوقت فليه هتصور. فدلوقتي لما باجي ابص في الموبايل او في الصور او في اي حاجه بلاقي ان احنا صورنا مع بعض معدوده، بمعنى كلمه معدوده يعني كنت اجيب صحابي وقرايبي وحبايبي والناس كلها تيجي تصور معاه وانا مش انا تمام. بص احمد انت النهارده معانا مش عشان ابن خالد صالح، مع كل الاحترام والمحبه الفياضه لخالد صالح، انت معانا النهارده عشان انت عملت دور كويس جدا، وان انت ما كنتش شبه خالد صالح في الدور. والحقيقه وهي دي اللفه يعني هو ده لو تعرفش ده حلو ولا وحش ولا لا ده حلو. عارف انا هتكلم بمنتهى الصراحه، في كتير من الاحيان احنا او معظمنا او ناس كتيره مننا بيبقى عندها حاله تشكك او استفزاز او تنمر لاولاد الفنانين لما بيبتدوا يمثلوا. مفهوم. مش هنكذب على نفسنا، لو سالت ثلاث ارباع الناس اللي هنا يعني لما أجيب. فنان يقول بنته هتمثل او ابنه هنمثل بنبقى بقى جايب بنته جايب ابنه الى ان يثبت العكس يعني، بس عارف احنا بالنسبه لنا الاتهام بيسبق الاعتراف بالموهبه. انت ولو انه اسمك مرتبط باسم فنان عظيم الا ان انت دخلتك ما فيهاش الحرك ده، مش هو اللي دخلك، مش هو اللي جابك في ديله. ربنا يوفقك. منصور القناوي منصور القناوي او احمد خالد صالح. فتاة احلام جديدة. انا مستحيل اعمل كده. ما تغلطيش من ليلى، ما حسيتيش انها غيظاكي فرساكي؟ اكيد مره حصل كده في حياته. عارفه يكرفها يعني ايه؟ قولوا عيشه، بقولهم بليز لا مش عايزه عيشه. شكلك متبهدله يا بنتي. كنت يشوفوكي يعملوا لبعض كده والنبي انا مزنوقه في زغروطه علميني. ايوه. هل انت مرتبطه متجوزه مخطوبه؟ عايزين يطلبوا ايدي على طول، اجي اغسل لك المواعين وامسح لك مش عارفه ايه. انا بحبكم قوي قوي والله.